بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيه. هذا سائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لقراءة القرآن، وهناك من الناس بعد رمضان من يهجر القرآن ولا يقرأه إلا عند ذهابه لصلاة الجمعة، فما معنى هجر القرآن وما موقف المسلم من تلاوة كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هجر القرآن أنواع. الهجر معناه ومن هجره هجر تلاوته، ومن هجره ترك العمل به، ومن هجره ترك تدبر القرآن. كل هذا من أنواع الهجر. وما ذكره السائل من أنه يقتصر على تلاوة القرآن في شهر رمضان، ثم إذا خرج رمضان فإنه تكاسل عن التلاوة إلا في يوم الجمعة، هذا تفريط وإهمال. والذي يستحب للمسلم أو يتأكد أن يجعل له حزبا يوميا من القرآن، بحيث يكمله في شهر، في 7 أيام، 10 أيام، في 3 أيام، في صلاة الليل أو في جلوسه، فلا يتجاوز على الأقل شهر إلا وقد ختمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أرجو من الشيخ أن يبين لنا ما معنى الوسيلة الجائزة، وقد قرأت بأنهم يستدلون بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. الوسيلة هي القرب، ما يقرب إلى الله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لتقربوا إليه بطاعات. هذه الوسيلة التي شرعها الله وأمر بها. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الوسيلة هي القرب من الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. وأما قضية توسل بالعباس، فهم لم يتوسلوا بشخص العباس، إنما توسلوا بدعائه، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من التوسل بدعاء الصالحين، وهذا أمر مشروع، أن تطلب من رجل صالح حاضر أن يدعو الله لك، كما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا والغيث، ففعل رضي الله عنه. توسل بدعاء الصالحين هذا شيء مشروع. طيب، وعليه يحمل توسل عمر رضي الله عنه، لأن عمر قال له: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو. دل على أنه طلب منه الدعاء، لم يتوسل بذاته أو قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: في سنوات ماضية كنا في الصحراء وتوفي زوج أختي ولم تلتزم بالحداد لجهلنا بالأحكام. مضى وقته، يسقط الحداد، ولكن العدة إذا مضى عليها 4 أشهر 10 أيام قد خرجت من العدة ولو لم تستعمل الإحداد. نعم. يقول السائل: اشترى رجل من آخر ماشية، ولما اتفق على السعر قال المشتري للبائع: إذا وجدت في هذه الماشية عيبا بعد شهر أو شهرين فسأنقص من الثمن التي فيها العيب 100 ريال، هل يصح ذلك؟ نعم، إذا تبين، حتى لو لم يقل له ذلك، إذا شرى سلعة تبين فيها العيب فهو إما بالخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، وإما أن يمسكها ويأخذ أرش العيب. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائلة تقول: هل ما يذكر من أن أكثر أهل النار من النساء صحيح، ولماذا؟ هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال للنساء: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. قلنا: ولماذا يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن
تكفرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني الزوج. نعم. الأخت السائلة تقول: بالنسبة لكثرة الدعاء، نعلم بأنه عبادة، فهل له تغيير وله أثر في تغيير ما كتب لنا؟ فأنا منذ سنوات أتمنى وأدعو أن ترزق بناتي، أن يرزقنا بأزواج صالحين، وحتى الآن لم يحصل شيء. الدعاء سبب، إذا أراد الله نفعه نفع، إذا تقبله الله سبحانه وتعالى فهو سبب عظيم لحصول المطلوب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأما الإجابة فقد تتأخر، وذلك لا يمنع المسلم من الدعاء ولو تأخرت الإجابة. لا يقول دعوت، يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ويترك الدعاء، بل يواصل الدعاء، وهو مأجور على الدعاء لأنه عبادة. وأيضا قد يكون تأخير الإجابة من صالحه، الله أعلم بمصالحه، فلا ييأس من الإجابة ولو تأخرت. نعم. السائل ميم ميم مقيم بجدة من السودان يقول: حجيت العام الماضي وخلعت الإحرام قبل أن أحلق شعري أو أقصر، فماذا يلزمني؟ إذا كنت لبست المخيط قبل أن تحلق أو تقصر يكون عليك فدية، لأنك فعلت محظورا، والفدية مخيرة: إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة، صدقة والذبح في مكة. وأما الصيام 3 أيام فيجوز في كل مكان. نعم. يقول هذا السائل: أعطيت شخص أمانة فتساهل بها وبعد إلحاح عليه أنكرها، ما عظم الأمانة وبماذا توجهون فضيلة الشيخ للذين يتساهلون بالأمانات؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون حافظون لها. رسول صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنه ولا تخن من خانه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة شأنها عظيم، الأمانة أنواع، أعظمها الأمانة بين العبد وبين ربه بطاعته وترك ما حرم الله عليه، هذا أمانة في ذمة المسلم. كذلك الأمانة بينه وبين الناس بالودائع والأسرار وغير ذلك. الوظائف أمانة، وأدي عملها ويقوم بعملها على الوجه المطلوب، كل هذا أمانة، لا يجوز الإنسان أن يخون في شيء منها. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أخي صار عليه حادث مروري فتوفي شخص معه جراء الحادث، فصام شهرين متتابعين وقام بصيام الشهرين من نصف الشهر، فهل صيامه صحيح أو يجب عليه الإعادة من بداية الشهر؟ عليه أن يصوم 60 يوما، لأنه لا يرى الهلال. إذا كان يرى الهلال من أول ليلة وصام من أول الشهر يستكمل شهرين ويفطر، أما إذا كان ما رأى الهلال فإنه يصوم 60 يوما من بداية الشهر أو من نصف الشهر أو من آخر الشهر، المهم أنه يصوم 60 يوما متتابعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في كتاب الفقه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ما نوع النفي في الحديث؟ وما نأمل منكم الشيخ توضيح هذا الحديث؟ هذا حديث في كتب الحديث، ما هو في كتب الفقه، مذكور في كتب الفقه من باب الاستدلال. نعم. وأما من حيث الرواية فهو في كتب الحديث، وهو نفي للعدوى والطيرة والهامة والصفر، بمعنى أن هذه الأشياء لا تضر بنفسها ولا تعدي بنفسها كما تقوله أهل الجاهلية، وإنما معناها أن الله جل وعلا ينقل عدواها إلى الغير، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله لا عدوى ولا إلى آخره، هذا على ما نفي لما تعتقده الجاهلية، أن العدوى تحصل بنفسها لا بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا هذا الحديث: إخوانكم خولكم. المماليك هم إخواننا من بني آدم وهم مسلمون، خولكم يعني خدمكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: في عقد النكاح هل يكفي شاهد واحد؟ وما الشروط التي يجب أن تتوفر عند عقدنا للنكاح؟ لا بد من شاهدين، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا بد من 2 شروط النكاح، منها الولي، أن يكون الذي يعقد على المرأة ولي لها، وحضور شاهدين، وتعيين الزوجين ذكر اسمه، هذه لا بد منها في عقد النكاح. نعم. هذا السائل علي يقول: أنا حافظ للمصحف كاملا ولله الحمد، وعندما أقرأ القرآن لم
أستوعب، وعندما أسمعه من غيري يحصل لي خشوع حتى ولو كان القاري لم يحسن الصوت. اجمع بين الأمرين، اقرأ القرآن بنفسك واستمعه من غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وكان يستمع إلى غيره ويحب أن يسمعه من غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا عجز الحاج عن دفع الأضحية أو الهدي هل يسقط عنه؟ وما هو الفرق بين القارن والمفرد؟ الهدي واجب من واجبات الحج، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كامل. وأما الأضحية فهي سنة، إن قدر عليها فعلها لأجل الثواب والأجر وإحياء الشعيرة، وإن لم يقدر عليها فلا حرج عليه في ذلك. والفرق بين القارن والمفرد، كلاهما تمتع بأنه جمع بين نسكين الحج والعمرة، لكن المتمتع فصل بينهما بتحلل، وأما القارن فإنه لا يفصل بينهما بتحلل لأنها دخلت العمرة في الحج، يبقى على إحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم يتحلل من إحرامه، هذا القارن. والفرق بينه وبين المفرد أن المفرد لم ينوي عمرة وإنما نوى حجا فقط، المفرد لا يجب عليه هدي، أما القارن فيجب عليه هدي. نعم. يقول في فقرته الثانية: هل لابد من زيارة المدينة النبوية بعد الحج؟ وهل هذا شرط؟ وما علامات قبول الحج؟ زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه مشروعة في كل وقت ولا ترتبط بالحج، يزوره في كل وقت يسر له ذلك، وهذا مستحب وليس بواجب، يصلي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا صلى في المسجد النبوي فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قادما طارئا إلى المدينة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. علامات قبول الحج: قبول عند الله، الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. علامات قبول الحج أن يكون، الله أعلم، يكون حالك في الطاعة بعد الحج أحسن من حالك قبل الحج، ويتحسن وضعك في العبادة والرغبة في الخير بعد الحج. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل من الدمام: نحن نذهب يوميا في الصباح في قارب البحر لصيد السمك كل صباح، ولا نرجع إلا في المساء، ولا نعرف القبلة لأننا نذهب بعيدا، ونصلي في القارب الظهر والعصر قصرا والمغرب والعشاء، وحينما تكثر الأمواج لا نعرف القبلة. القبلة يستدل عليها بالشمس والقمر والنجوم، وأيضا البوصلة، كن معكم بوصلة وهي الآلة المعروف، افعلوا الأسباب واجتهدوا وصلوا على ما يغلب على ظنكم أنه جهة القبلة. نعم. وإذا كانوا يجمعون الشيخ، إذا كانوا يبعدون مسافة قصر 80 كيلو فأكثر، ناوين هذا، ناوين البعد 80 كيلو قاصدين هذا، يجمعون ويقصرون. ما إذا كانوا ما يدرون وين يتمادون إليه ولم يقصدوا مسافة، لا، فليس لهم قصر ولا جمع، وإنما يصلون كل صلاة في وقتها تماما. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل من السودان: نقرأ الفاتحة وسورة ياسين عند قيامنا بدفن الميت، وهذا متبع منذ سنوات عندنا. لا أصل لهذا، دفن الميت لا يقرأ فيه القرآن ولا عند القبر، كل هذا بعد دفنه، كل هذا لم يرد فيه دليل، وما دام لم يرد فيه دليل فهو بدعة، وإنما يدعى للميت ويستغفر له، خصوصا بعد نهاية دفن يقفون عليه ويستغفرون له، يسألون الله له التثبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم لما دفن بعض الصحابة وقف عليه هو وأصحابه، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: يا شيخ، ما هي أوقات النهي؟ وإذا أردت مثلا أن أصلي تحية المسجد في هذا الوقت هل هذا جائز؟ أوقات النهي 5، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيدر، هذا 2، 3 من
قيامها في وسط السماء فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب، يدخل وقت الظهر. والثالث من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب، من قربها من الغروب حتى الخامس حتى تغرب. وصلاة تحية المسجد فيها خلاف في أوقات النهي، فمن صلاها أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات فلا يلام ولا ينكر عليه. ومن جلس فإنه لا ينكر عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذا يشمل بعمومه صلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، الطلاق برسالة نصية عن طريق الجوال بالنسبة للمرأة، هل يقع الطلاق إذا نعم كان إذا تلفظ به وقع، سواء في الجوال أو كتبه بخطه أو أملاه على الكاتب، يثبت بذلك الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. إذا نزلت بالشخص مصيبة، هل لو تسخط من هذه المصيبة أو تبرم هل يأثم على ذلك؟ نعم، يأثم على ذلك، هذا من فعل الجاهلية. إذا أظهر التسخط والكلام السيء هذا من فعل الجاهلية، النياحة على الميت، شق الجيوب ولطم الخدود، هذا من أفعال الجاهلية. فيصبر ويحتسب، كونه يبكي على الميت لا بأس بذلك، هذا من الرحمة، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت. ولكن كونه يرفع صوته بالجزع والسخط والويل والثبوع أو يلطم أو يشق ثوبه أو جيبه، هذا من أفعال الجاهلية، لا يجوز هذا. نعم. سألتني، تقول السائلة: سألتني أختي عن نحت النابين بين الأسنان وأسنانها غير سوية. شيء الوشر. نعم. إذا كان لحاجة ولتسوية الأسنان إزالة عيب فيها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما صحة حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وهذا الروضة الشريفة في المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم. إذا تبسم الإنسان موقف وهو في الصلاة هل يبطلها؟ لا، تبسم لا يبطل الصلاة، إنما الذي يبطلها الكلام أو القهقهة التي يخرج معها حروف، لا هو الذي يبطل الصلاة. نعم. بالنسبة للصلاة فوق سطح الحمام، فكثيرا من المصلين يوم الجمعة يصلون فوق سطح الحمامات، لا بأس بذلك، أن بينهم وبين النجاسة حائل وهو السقف، كما لو فرشت على أرض النجسة فراشا طاهرا وصليت صلاتك صحيحة. نعم. يقول: في المقبرة وعند دفن الميت يا شيخ، بعض الناس يمشون بأحذيتهم ويطيلون الكلام ويرفعون الأصوات، ما الواجب في ذلك؟ أما المشي بالنعال للحاجة والشوك والرمضة لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يدوسوا على القبور، يمشون بين القبور وفي طرقات معينة لا بأس بذلك لأجل الحاجة. وأما رفع الكلام واللغط هذا يكره، لأن المطلوب في هذا الموقف الخشوع والدعاء للميت وتذكر الموت وما أشبه ذلك. شكر الله لكم الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وتحية لزميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.